من العبارات الأكثر تداولاً في هذه المرحلة أو في هذه الحرب إن إحنا مش عايزين نوسع الحرب، يعني لا نريد أن، يعني تسمع الكلام ده من الأمريكي، تسمع الكلام ده من الإسرائيلي، تسمع الكلام ده من اللبناني، تسمع من فلسطيني، تسمع كل ده من كل الأطراف، لا نريد أن نوسع الحرب. ثم تأتي إسرائيل بعمل استهدافات واضحة جداً في لبنان وفي الضاحية الجنوبية، ثم في جنوب لبنان، وعمليات جوه إيران مجهولة الهوية برضو، محدش فاهم إيه اللي هيحصل. ثم تسأل طيب ده معناه إن الحرب دي هتتوسع؟ لو توسعت هذه الحرب نحن نتحدث عن شيء لا يمكن التعامل معه بأي شكل. الأستاذ مسعود الفك الباحث في الشأن الإيراني، أهلا بك. أهلا بك، شكرا جزيلا. هم عايزين يوسعوها ولا يضيقوها؟ قد أختلف معك. أنا أعتقد بأنه لا يريدون يوسعون الحرب، لأن من يريد توسيع الحرب لا يطلق الإنذارات. الجهة أو التنظيم أو الدولة أو الحزب الذي يقول بأنه يريد يدعم فلسطين ويريد يحرر فلسطين، إنه لا يطلق كلام لا نريد نوسع الحرب، إنه يستلم المبادرة ويقوم بما هو يؤمن به والطريقة التي يؤمن بها لتحرير فلسطين. متى يريدون، من لديهم الصواريخ ومن لديه جمعوا الأسلحة والصواريخ التي يقولون بأنها تعبر القارات وتصل إلى قلب أوروبا، ثم يقولون لا نريد توسيع رقعة الحرب؟ لمن هذه الصواريخ ولمن هذه التهديدات؟ أنا باعتقادي بأن المسألة كل جهة تحاول الحفاظ على نفسها وتنأى بنفسها مما قد ينعكس عليها من الحرب الدائرة في غزة. لذا اليوم نرى بأن الغزاويين هم لوحدهم. لماذا؟ لأن كل الذين يقولون بأنهم يدعمون هؤلاء لم يفعلوا شيئا حقيقيا. أخذ مثالا هنا ولا أريد التعميم، مثلا الحوثيين وما يحدث الآن في البحر الأحمر، من يدفع ثمن ذلك؟ هل إسرائيل تدفع ثمن ذلك؟ إسرائيل معظم استيراداتها عبر البحر تتم عبر البحر الأبيض المتوسط وليس عبر البحر الأحمر. من المتضرر الأول نتيجة ما يقومون به وهي عمليات أو صواريخ أو مسيرات لا تغير شيئا في معادلة الحرب الدموية الظالمة التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، لا تغير من المعادلة ما يقوم به الحوثي الآن في الوقت الحاضر. ولكن من يدفع الثمن في الوقت الحاضر في البحر الأحمر بسبب ارتفاع بوليصة التأمين؟ يعني الدول العربية على البحر الأحمر هم الذين يدفعون الثمن، يعني وليست إسرائيل. أما تستهدف قيادي معروف في جنوب لبنان، تستهدف السيارة بتاع، يعني هو الراجل مش كان موجود في إطار عملية عسكرية ثم تم استهدافه؟ لا، ده هو الراجل العربية معروفة ان هو جواها، وهو راجل من يعني القيادات في تنظيم الرضوان وكل هذه الأشياء، وتم تدميره. ده معناه انه العملية متوصي عليها او في حد وشى بيه وطلعت المسيرة وهي شايفاه وضربته وقتلته. كل ده قتل مع سبق الإصرار والترصد يعني، بلا شك. طيب لما بيعمل ده بيعمله ليه؟ يعني ده الإسرائيلي لما بيعمل الكلام ده هو يبقى مش عايز يوسع. طب ما هو ممكن الحزب الله يرد بعملية أخرى على الحدود، يقتل ناس، يعدي الناحية التانية، فالموضوع يتوسع جدا. عندما نتحدث عن هذا الوضع المتشابك، هذا الوضع المعقد في الوقت الحاضر، هذا الوضع المعقد وهذه المعادلات المعقدة، هناك إطلاق شعارات من كل الأطراف بهذا الخصوص، ولكن عمليا هناك اتفاق غير مكتوب، وهذا ما تحدثت عنه كثير من الأوساط السياسية الإيرانية في الداخل، وليس المعارضة، في الداخل تحدثوا عنها، بأن هناك اتفاق غير مكتوب بين جهتين
أبوين، إيران وأمريكا. الأب إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأب الميليشيات في المنطقة هي إيران. هذا الاتفاق غير المكتوب هو الالتزام بقواعد الاشتباك. قواعد الاشتباك أين هي؟ الخطوط الحمى. قد يتم اغتيالات مثلا على سبيل المثال، يعني إذا وصلوا للضحية. وحتى الإيرانيين عندما تم اغتيال شخصية مثل رضوي موسوي في سوريا، رضي موسوي في سوريا، وهو يعتبر الأقدم من قاسم سليماني في سوريا، 30 سنة هو موجود هناك، العنصر الأساسي للتنسيق بين إيران وبين القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا مع حزب الله ومع حتى الحكومة السورية، يتم تصفيته بهذه الطريقة. إيران تقول إنها سترد في الوقت والمكان المناسبين. لماذا؟ لأنه بالنسبة لإيران في هناك مبدأ شرعي، هذا المبدأ الشرعي وضعه المرشد المؤسس وليس المرشد الحالي. المرشد المؤسس خميني قال حفظ النظام، الحفاظ على النظام من أوجب الواجبات. فالنظام أولا، النظام أولا. أي شيء يحدث لا يجوز هذا الحدث يؤثر، ما كانت التضحيات وما ما كانت الخسائر، النظام أولا، النظام أولا. لهذا السبب يرى البعض بأن إيران قد تضحي بأي بأندية ميليشيا بالمنطقة، لا يهمها. من أيام قاسم سليماني لم يحدث شيء، لم يحدث شيء. ولذا من هذه الناحية أنا أنظر للموضوع بالعقل يعني وبالمراقبة العادية مش بالخبرة، وحضرتك الخبير يعني. طب إيران بتعمل كده ليه؟ يعني ما هي يعني ليه الجبهة اللبنانية؟ ليه الجبهة الحوثية؟ للمقاومة في العراق واللي بيحصل في العراق ضد المصالح الأمريكية. يعني الإيرانيين بيعملوا يعني زي ما كان هو لا يريد ولا يستطيع. طب كل ده معمول ليه؟ المسألة هي السياسة الإقليمية. السياسة الإقليمية مبنية على عقيدة وأيديولوجية، هذه العقيدة والأيديولوجية لا تريد أن تكون محصورة في إطار جغرافي. هذه هي طبيعة تركيبة النظام الإيراني، وهو يقولها بصراحة عندما يتحدث عن المستضعفين. مثلا الحرس الثوري الإيراني اسمه جيش حراس الثورة الإسلامية، كلمة إيران غير موجودة في اسم الحرس الثوري. لماذا اسم إيران غير موجود؟ لأن الحرس الثوري وفقا لعقدي عقيدة دعم المستضعفين بيدفع عن إيران، هو أممي. لذا طباطبائي مندوب المرشد في سوريا سابقا وصف قاسم سليماني بالبطل بلا حدود، ويصفون، أنا أقول بأنه إيران تولد ميليشيات بلا حدود. وهذه طب هو في وقت معلش برضو، ما هو الهدف من الميليشيات إذا كان هو لن يشتبك ولن ينتقم ولن يدافع ولن يرفع الضغط ولن 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 كل هذه الأشياء اللي بنتكلم على صواريخ ومسيرات جاية من الحوثيين لغاية إيلات، بنتكلم على استهداف مراكب عالمية وتهديد الملاحة، بنتكلم على جبهة كاملة على الحدود اللبنانية وتوسع فيها كل يوم. طب ما هو في أي لحظة خطأ صغير، خبطة صغيرة، صاروخ ينزل على مركب أمريكاني فيبتدي كروز يضرب، هل الأمريكان أيضا عندهم ضبط النفس ده؟ سؤال مهم جدا، لماذا كل هذا عندما يستطيعون ولم يفعلوا؟ لأن هناك منذ الثورة في 1979 إلى يومنا هذا هناك عدة ملفات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة لا ترتبط فقط بما يحدث الآن في غزة، هذه المسألة حديثة، بينما الخلافات الظاهرية بين
بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية عمرها عمر النظام في داخل إيران. إيران بهذه الطريقة أوراقها في هذه اللعبة في المنطقة تقوي أوراقها. عندما الحوثي يلعب ويخلق اللا أمن في 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 البحر الأحمر، هذا يعطي قوة المناورة للأوراق الإيرانية في الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قواعد مفاوضات النووي اتقفلت. يعني هو بيعمل ليفرج لإيه؟ يعني بيعمل ضغط لإيه؟ مفاوضات النووي نعلم انها انتهت، يعني مش انتهت يعني معلقه خلاص معلقة، مش موجوده. نعم. هو هيستفيد ايه باللي هو بيعمله؟ ايه هي القوه اللي هو هياخدها؟ يعني هو في موقف غير مفهوم. ايران بالنهايه لديها استراتيجيه، والاستراتيجيه الايرانيه مبنيه على عقيده وليست فقط على مصالح اقتصاديه وغيرها. لذا من يحمل ايديولوجيه مبنيه على عقيده قد يدفع ثمن لها. إيران تعتقد بواسطة هذه الأيديولوجية هي ستكون القوة الإقليمية الأولى في المنطقة، تعمل للمستقبل، تريد أن تكون قوة إقليمية لا يستطيع أحد زعزعة هذه القوة الإقليمية لأسباب أيضا داخلية. إيران تعتقد بأنها لو ضعفت خارجيا تضعف داخليا. أنا بجد الأمريكان الآن هم يدافعون عن إيران، يعني يقول لك إيه؟ أنا لا أصدق أن إيران لها يد في هذا. يعني أي طفل في الجامعة في التحليل السياسي أما تسأله الحوثيين مين وراهم؟ حزب الله مين بيسنده؟ الميليشيات العراقية؟ طبعاً عارفين الإجابة. أنه تصل أنه المسؤول الأمريكي يطلع يقول أنا لا أرى أي وجود لأيدي إيرانية، ده سذاجة غير طبيعية. وأكثر من ذلك وتأييداً لكلامك، السفير الإيراني في سوريا اليوم كان له تصريح مهم للغاية في واقع الأمر يرفض ما تفضلت به. يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت لنا رسالة بواسطة دولة خليجية تدعونا لحل كافة المشاكل بيننا، ونجد طريقة لحل المشاكل بيننا في المنطقة وليس فقط القضايا العابرة. وهذا تأكيد على ما تفضلت به. لذا نعود مرة أخرى إلى قواعد الاشتباك، اتفاق غير مكتوب بين الجانبين. سؤال قد يبدو بقى يعني واضح كده، طب وإيه اللي عملته حماس في 7 إبريل لم يكن بمباركة أو بموافقة إيرانية؟ إيران تقول قالت نعم. لا 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 لا، إيران قالت نعم. الخبير يعني حضرتك دلوقتي إيه بتقول لي إنه قواعد الاشتباك وبتاع اللي اتعمل في 7 أكتوبر نعم. ده أكيد هناك اتفاق. يعني إحنا نعلم إنه السلاح اللي موجود اللي في مع حماس، إنه الأنفاق، إنه استراتيجيات. يعني أنا أصل إلى مرحلة إن أنا عندي خيال درامي أنه هناك خبراء إيرانيين موجودين على الأرض مع حماس. أكثر من ذلك، إيران في كل التصريحات من تصريحات المرشد الأعلى إلى تصريحات المسؤولين الآخرين يعتبرون ما حصل في غزة هو من نتاج عمل قاسم سليماني، ويصادرون حتى ما لو اعتبرت إنجازات لحماس لصالح قاسم سليماني. تصريحات متوالية. طيب. يقولون بأنه نحن لولا أي قواعد اشتباك ده اللي حصل، ده اللي عملته حماس يوم 7 أكتوبر ده ملوش علاقة بقواعد الاشتباك خالص. لا لا، له علاقة بالقواعد. لماذا؟ هذه هي إيران. إيران في واقع الأمر عندما الأمر يتعلق بالمواجهة ترمي الكرة في ملعب الميليشيات والفصائل الموالية لها حتى لا ينعكس عليها سلبا. لذا أن تقول نحن لا نتدخل في شؤون هذه الفصائل وهي تأخذ قراراتها بنفسها. هل الأمريكي من السذاجة دي أنه هو يبقى فاهم أنه أنا ملياش دعوة بالميليشيات، أنا ملياش دعوة الأمريكي بحماس؟ متفق. الأمريكي متفق، الأمريكي متفق. هذه الإدارة منذ أن جاء متوقع بايدن تقصد يعني. منذ أن جاء بايدن إلى البيت الأبيض
في الشهر الأول أعلن بأنه يريد أن يحل كثير من المشاكل مع إيران، ولولا بعض الظروف التي عرقلت ما أراد أن يفعله لأتم الموضوع من زمان. كخبير في الشأن الإيراني، هل اليد الإيرانية موجودة في كل هذه الأشياء؟ 7 أكتوبر، حزب الله، الحوثي؟ أكيد أكيد، لا يستطيع أحد. أنا لا أقولها، أنا نقلت لك من المسؤولين الإيرانيين، إلى درجة يقولون بأنه ما تم في غزة هو من فعل تلاميذ قاسم سليماني. وعشان كده الإسرائيلي استهدف قيادات موجودة من الإيرانيين اللي موجودين في سوريا. وأكيد العملية اللي حصلت في كرمان من 3 أيام فيها أيدي إسرائيلية، لأن هي شبه العمليات اللي استهدفت قبل كده الخبراء النوويين. نعم. الإيرانيين اللي كانوا في طهران. نعم، الصراع في ظاهره هناك جهتين، ولكن هناك الجهتين اتفاق بينهم. هذا الاتفاق هو قد، أنا أعتقد بأنه هذا الاتفاق مش لصالح العرب، مش لصالح الأمن القومي العربي خالص طبعا. هذا اللي أنا أعتقد فيه. في الظاهر هناك كثير من الأمور والشعارات الثورية والدفاع عن قضية عادلة، ولكن عمليا كل جهة تبحث عن مصلحتها، والمصلحة الإيرانية واضحة. أوراق الصراع الظاهر بينها، في لعبة الصراع بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم كثير هذه الأوراق. طب أي مواطن مصري بيتفرج علينا دلوقتي يقول لي وأنا مالي بموضوع إيران، يعني الموضوع الإيراني ده مؤثر علينا في إيه؟ واحد، أنت عندك مشكلة دلوقتي في الملاحة في البحر الأحمر، وعندك مشكلة في قناة السويس، وده بسبب بشكل أو بآخر بالموضوع الإيراني. 2، حضرتك سوريا اللي فيها مشاكل وفيها نفوذ إيراني كبير هو أحد الأسباب من نزوح السوريين اللي أنت بتشتكي منهم دلوقتي موجودين في مصر. 3، وده السؤال اللي عايز أسأله الأستاذ مسعود، اللغط اللي حصل في الأونة الأخيرة إنه عملية 7 أكتوبر ديت هي عملية للانتقام لقاسم سليماني. حضرتك شفت إنه تم الكلام إنه في تصريحات حمسوية بهذا الأمر، تفتكر إن هذا الأمر ممكن يكون حقيقي؟ يعني عملية 7 أكتوبر دي كلها انتقام لقاسم سليماني؟ هذا ما أعلنه أحد قادة الحرس الثوري والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، قالها بصريح العبارة بأن العملية، عملية 7 أكتوبر، هي في واقع الأمر كانت انتقاما لمقتل قاسم سليماني. الأمر مما دفع حماس إلى الرد والإنكار، وبعد ذلك تسلسلت عمليات النفي أو التبرير بعض الأحيان، حيث جاء قائد الحرس الثوري وبرر، قال تم سوء فهم هذا الكلام، ولكن عندما قالها باللغة الفارسية كان واضح. متخيل أنه ممكن تكون العملية بتاعت 7 أكتوبر ديت انتقام لموضوع قاسم سليماني؟ أنا لا أعرف ما هو المسبب، ولكن النتيجة النهائية التي تريد أن تصل إليه إيران هي بأنها هي التي تقف وراء ذلك. من بعد ما جاءت تصريحات رمضان شريف وانعكس الأمر سلبا على إيران بين الفلسطينيين، وتراجع هذا الخطاب، باعتقادي الإيرانيين يحاولون، حتى إذا لم تكن العملية انتقاما لقاسم سليماني، يحاولون إظهارها للإيرانيين في الداخل بأن يدهم تطول وتصل إلى هذه النقطة، وبإمكانهم أن يضربوا إسرائيل وينتقموا لقاسم سليماني. هذا ما يريدون إيصاله إلى الشارع الإيراني. لماذا؟ لأنه هناك عقيدة تروج في داخل إيران
بأننا إذا لم نحارب خارج حدودنا سوف نضطر أن نحارب في داخل حدودنا. لذا مهما كان الوضع الشعب الإيراني لديه الأمن والاستقرار، وهذا الأمن والاستقرار هو ثمنه هكذا. لذا إيران تتبع هذه الخطة. لذا عندما تقول بأنه نحن وصلنا إلى البحر الأبيض المتوسط، وسمعنا هذا الكلام على لسان مختلف المسؤولين الإيرانيين العسكريين والسياسيين، أو عندما يقولون سيطرنا على 4 عواصم عربية، وسمعنا هذا الكلام كثيرا، لماذا يقولون هذا؟ هذا للترويج الداخلي في واقع الأمر. عندما يتحدثون باللغة الفارسية وللشعب الإيراني حتى يوصلون هذه الرسالة. لولا ما نقوم به ولولا هذه السياسة الإقليمية بالمنطقة سوف تنجر الحروب إلى شوارعكم وسوف تدفعون الثمن. لذا هناك هدف داخلي باعتقادي هو أهم حتى من الأهداف الخارجية والسياسة الإقليمية. السياسة الإقليمية الإيرانية في واقع الأمر هي في خدمة الوضع الداخلي. إذا كان الخلاف بيننا على دور إيران في الحرب في المنطقة، إلى أي مدى إيران تستطيع أن تسيطر على حماس لإقرار السلم في المنطقة؟ لأنه الكلام الآن أن هناك صفقة، يعني النهاردة ابتدى الكلام أن هناك صفقة ما، وأن الحرب يمكن أن تنتهي في ظرف أسابيع. إلى أي مدى إيران تستطيع أن تسيطر على قرار حماس؟ يعني نعلم مثلا أنه القادة العسكريين في القسام لا تسيطر عليهم المكتب السياسي الحماس بقدر كبير، يعني ممكن أن يكون زي ما أخواننا اللبنانيين بيقول بتمون عليهم يعني، إنما القائد العسكري للقسام أو الناس اللي موجودة اللي هو السنوار وضيف وأصدقائه كل هؤلاء بياخدوا قراراتهم للحرب. إلى أي مدى إيران تستطيع أن تضغط على حماس؟ قلنا بأن القضية الفلسطينية فيها إلها تراكمات تاريخية، نحن لا يمكن أيضا يعني نفصل ونعزل ما يدور في غزة عن التسلسل التاريخي للتراكم التاريخي للظلم الذي واجهه الشعب الفلسطيني. هذا مبدأ أساسي. مصر دخلت في حروب ودفعت دم قلبها دفاعا عن هذه القضية. لا يوجد شعب مثل الشعب المصري قدم في هذا الطريق، ولا أحد يستطيع أن يزايد على المصريين في هذا المجال. ولكن معلوم بأن من يستطيع أن يزودك بشيء يستطيع أن يتحكم إلى حد ما بقرارك، ولكن لا توجد أشياء مطلقة، لا يمكن أن نحكم الحكم المطلق. إيران بإمكانها تقول أسود يصبح أسود وتقول أبيض يصبح أبيض. صار خلاف بين حماس وبين إيران في سوريا، معلوم صار خلاف بينهم وبين عما حصل في داخل سوريا، وأخذ وقت حتى يتم ترميم العلاقات بين الجانبين. العلاقة بين الجانبين أنا شايفها علاقة مصلحية، ليست كعلاقة إيران بحزب الله وليست كعلاقة إيران بالحوثيين، لأن علاقة إيران بالحوثيين وبحزب الله علاقة عقائدية. حزب الله ضمن الهرم التنظيمي للميليشيات التابعة لإيران عقائديا طبعا، لأنه حزب الله مرجعيته شيعي. الفقهية، المرجعية الفقهية، المذهب الشيعي يختلف عن المذهب السني في مسألة المرجعية. صح؟ كل جهة وكل شخص يجب أن يكون له مرجع حي. ربما حضرتك تتبع أبو حنيفة، ربما الشافعي، ربما، ولكن في المذهب الشيعي لا يجوز ذلك. عليك أن تتبع المرجع الحي. أيوة. من هو المرجع الحي الآن لحزب الله؟ آيت الله خامنئي في إيران. ومن هو للحوثيين؟ خامنئي. من هو الفقير. لميليشيات من هو للميليشيات فاطميون الأفغانية؟ خامنئي. زينبيون الباكستانية،
حيدريون في العراق والميليشيات العراقية الولائية، لأن هنا يجب عندما نصل للعراق مفروض نفصل بين الميليشيات مثلا عصائب أهل حتى الحق، حتى لو كانت كلها شيعية. أيوة مثلا عصائب أهل الحق مرجعيتهم مش خامنئي مثلا، ولكن حزب الله، كتائب حزب الله، حركة النجباء، هذه التنظيمات ولائية ولا أهل خامنئي. لذا من هذا المنطلق العلاقة بين إيران وحماس علاقة معقدة في نفس الوقت. إنما إيران تستطيع أن تضغط على حماس، لديها قوة الضغط بما أنها هي التي تقول بأنها أمنت، هي التي تدفع ودفعت الأموال، لا لا ودفعت أموال بالملايين. ولكن أشرت إلى نقطة دقيقة وحساسة، بأنه هل القادة الميدانيين لحماس يسمعون للضغط التي تمارسه إيران على القادة السياسيين؟ هنا العلاقة هي علاقة معقدة، وليست 2 في 2 يساوي 4 كما يخص حزب الله أو يخص الحوثيين أو يخص الميليشيات الأخرى في المنطقة. بما أننا نتحدث عن القوى الإقليمية، ألا تتفق معي أن هناك كمون وسكون تركي؟ أين الأتراك؟ يعني المفروض في هذه المنطقة والقضية الفلسطينية والخلافات، وده هم موجودين في الناتو والتحالفات مع الأمريكان والعلاقات المتوترة أحياناً مع إسرائيل، فجأة مع مرور الأيام يختفي التركي، أين ذهب التركي؟ الأتراك نحن نعرف العامل الاقتصادي يلعب دور أساسي في القرارات السياسية. طبعا الاقتصاد هو أم السياسة، لولا الاقتصاد السياسة لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تهدد الولايات. إسرائيل نفسها النهاردة بتطلب من العالم أنه يدعمها لأنه عندها مشكلة اقتصادية. أمريكا هي القوة العظمى لأن اقتصادها الأعظم، صح ولا لا؟ طبعا الصين بدأت تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه اقتصادها بدأ يتعاظم، صح؟ صح. ولكن الأتراك خلال هذه الفترة شاهدوا تراجع اقتصادي، طبعا هبوط سعر الليرة التركية بشكل غير مسبوق. هذه الأضرار أضرار كبيرة، تركيا مش عايشة على الموارد تحت الأرض، على الثروات الطبيعية، عايشة على التجارة، على الاستثمار، زراعة، الزراعة، ترانزيت. هذه هي دفعت خلال هذه الفترة ثمن بعض الشعارات. الآن لذا الأتراك مثل الإيرانيين مصلحتهم ولا شعارات، حتى لم نعد نسمع شعارات تركية، لا إلى حد ما، يعني إلى حد ما لا أطرح شعارات. أيوة. ولكن العامل يأتي العامل الاقتصادي هناك، تركيا تريد تحسن علاقاتها مع أوروبا، تريد تحسن علاقاتها مع المنطقة كلها، حتى وتريد أيضا تحيي اقتصادها. وضع في الداخل التركي مرتبط بالوضع الاقتصادي، وموقفها أيضا تجاه إسرائيل باعتقادي من مصلحة تركية محضة، وليس لسواد عيون أي جهة عربية وأي تنظيم عربي وأي فكر عربي يناضل شعبه من أجله. شفنا بعض المحاولات في المنطقة برضو وإيرانية بالتحديد تحسين العلاقة الإيرانية بمصر. نعم. يعني كان الأمر شوية متوتر جدا، ولكن ابتدينا نشوف لقاءات، اتصالات، أن تجد مسؤول إيراني يتصل بمسؤول مصري، وهذا الأمر كان نادرا يعني. نعم. شايف ده إزاي؟ الإصرار من إيران والتمنع من مصر. إصرار من إيران وتمنع من مصر. يعني التمنع زي الـ 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 العشيق ومعشوقته، دائما هناك التمنع هو العامل الأساسي، هو الذي الإيرانيين أمنيتهم بأن يبنوا العلاقات ويحسنوا العلاقات ويطبعوا العلاقات مع مصر.
الكلام بدأ منذ فترة محمود أحمد نجاد الرئيس الإيراني الأسبق. وقت الإخوان. نعم. ووقت الإخوان كانت هناك زيارة. أيوة. إلى طهران. العتبات المقدسة. لماذا؟ لأنه إيران تنظر بأنها إذا أرادت أن تدخل العالم العربي بسبب لأنه فترة نوع من الانفصال بينها وبين العالم العربي، هناك بوابتين، بوابة السعودية والخليج وبوابة مصر، هذه هي العقيدة السياسية التي تتبعها إيران، والمصريين عارفين هذا الموضوع وهذا التمنع من هذا المنطلق. لماذا؟ ليست مجرد تمنع بالمفهوم الرومانسي، بالمفهوم الواقعي مصر تريد أن تربط تحسين العلاقات مع إيران بالأمن القومي العربي وبالجزء من الأمن القومي طبعاً. لا، والجزء من الأمن القومي العربي المرتبط بمصر بشكل مباشر. أستاذ مسعود، دايما بستمتع جدا بوجودك، ويعني بحرص دايما باجي دبي ان حضرتك تبقى معنا. بشكرك شكرا جزيلا. اشكرك جزيلا. شكرا لك.